تليفون. لحظه لحظه حمود، سد التليفون، مو المفروض تخابرني يعني؟ وانا عارفك عم تطيش هاي شنو بسرعه انت نسيت؟ قبل ما تسالين روحك. انا قلت لك لا ابوي، طبعا انت قلت لي. انت شنو ضحكين علي؟ لا ما اضحك عليك يابا. هاي على التصوير مني انا. بس دقيقه يابا، صديق تحكي لي عمو انطاني رقم تليفونه وذاك يوم كان مطلعني. شنو قاعد تبلين على العالم؟ لا ما تبلين. منو شنو اني؟ اليوم فريق كادر لوكيشن عمر كريم، وايضا كانت معنا ممثله هي نهى، ايضا كانوا متعاونين اليوم انه سوينا تجربه اجتماعيه في الشارع تظهر بها نهى انها تدعي انه هي تعرف هذا الشاب في الشارع وتحاسبه على عدم الاتصال بها او انه ما انطاها الفلوس. لذلك كان هنالك ردود افعال من الناس حتى نشوف هذا الموضوع. طبعا نتناول هذه القصص والقضايا الاجتماعية بهذه الطريقة لتكون أقرب إلى المشاهد. خلونا نشوف. ليش ما خابرت؟ من أنت؟ شنو من أنا؟ أنت أعطيتني رقمك؟ شنو؟ شنو؟ أنت أعطيتني رقم ماتك وعندي تصوير عليك هنا. يا تصوير من انت؟ بالتليفون. من انت بابا؟ شنو منو اني؟ من انت يا تصوير؟ انت ذاك يوم طيتني رقم تليفونك. وين رقم تليفونك؟ هسه موجود اذا تريد الا تشوفه يعني؟ اي من انت؟ ما اعرف. شنو منو اني؟ يعني شو بسرعه تنكر؟ انت منو؟ لا والله. والله من انت؟ لا عيني، انت طيتني رقم تليفونك وبعد لا خابرك. شنو قاعد تبلين على العالم؟ لا ما تبلين. من انت بابا؟ شنو منو اني؟ يعني هاي طولي وما تشوفني اني منو؟ من انت؟ لا انت طيتني رقم تليفونك. ساعدهم. ساعدك شلون؟ هلا قلبك شو اخبارك؟ هلا قلبك شلون صحتك؟ هلا مرة بيجي موقف؟ هسه مرت فيه. نوها ويانا حبيبي. مره فيك موقف؟ والله هسه مرت فيه. سامع عليك. اهدى اهدى اهدى. سامع فيك مواقف زين. شنو رايك من بنيه تتبلع عليك؟ والله هسه هي صايره. صايره هواي. اي هسه الغالبيه قاعد البنات هيك يسوون. زين ايش فكرت هسه من هي قالت لك؟ الحق وياها. دائما وين البنيه؟ والله هسه اللي باين صفحتك انا نص ساعه انا واقف. سد التليفون. سد التليفون. لحظه حمود، سد التليفون، مو المفروض تخابرني يعني؟ ولا انت مني عم تخابر؟ شنو منو اني يعني ما تعرفني؟ ولا منين اعرف؟ لا شنو مو رقمك عندي؟ الرقم عندي؟ اي عندك، عندي رقمك. ولا جاب رقمك؟ شنو من جاب؟ غير انت اعطيتني اياه. لا بسرعه يعني نسيت وتتبلن وانا انت ما معطيني رقم تليفونك؟ اقول انا اعرفك عم تطيش هاي شنو بسرعه انت نسيت؟ لعد من طاني من طاني الرقم؟ يا ولا انا ادري من طاش الرقم. والله شنو غير انت؟ اي انت لعد منو؟ وكان انت عارفك شنو مين تعرفني؟ العمين طالع رقم غير انت. قبل ما تسالين روحي بعدين المفروض انت تخابرني اليوم متوعدين انا وياك ولا ولا خابرك انا عارفك عم تخابري. طبعا تعرفني. دقيقه. السلام عليكم. سلام. احنا اسفين طبعا. البنيه ويانا سبهنها على راسي والعمد. ليش انت مصدشمها؟ ولو انا عارفها عم تصدشمها. هاي تجربه اجتماعيه طبعا. هم مار بيك ايش موقف؟ انه بنيه مرتكبه عليك مثل ما نقول؟ والله ما ماره، بس هذا اول موقف يعني صار وياي. بس طبعا اكو هواي بنات يسوون هذا الشيء في سبيل فلوس او شغله. ف سامع هيك شيء؟ والله سامع. فالمشكله الحق ويا البنيه يعني، لا تقدر تحكي وياها، لا تقدر شيء. ايش حسيت من اجتك وقالت لك؟ والله رجلي ارتخن هيل الحيط. شكرا جزيلا. شكرا لك. الله يسلمك. شكرا. هلا. ليش ما خابرت؟ نسيت. شنو منو اني؟ هم نسيت انت اعطيتني رقم تليفونك؟ يا بشبيش السالفه يا رب. شنو بشبيش السالفه؟ انت قلت اليوم اخابرك وما خابرت، ليش ما خابرت؟ انا قلت ليش؟ لا ابوي طبعا انت قلت لي. انت شنو ضحكين علي؟ لا ما اضحك عليك. يا بشبيش. هاي على هذا التصوير مني انا. بس دقيقه يا بشبيش، صدق تحكي لي؟ عمو انطاني رقم تليفونه وذاك يوم كان مطلعني انا وياه رحنا بمكان وتعشينا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. هلا حبيبي. شو اخبارك؟ ليش متحارش بالبنيه؟ ابنك متحارش بالبنيه؟ لا دقيقه. تجربه اجتماعيه بعض البنات انه يرتكبن على الولد. هذا الشيء طبعا موجود، ومو كل البنات، بعض البنات والشباب مو كلهم اللي يتحرشون، بعض الشباب. انت صدقت ابنك متحرش؟ اني؟ والله احتمال مصدق واحتمال ما مصدق يعني. تحارش بيك؟ اي طلعت وياه ذاك المره. يعني طالعه وياه؟ اي تعشينا عمو جينا. لا 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 دقيقه، هاي تجربه اجتماعيه، الولد ما يعرفها اصلا. انت طالعه وياه؟ هاي صدقت يعني؟ مار بهيك ماكو شيء يصير. انا الصراحه ما مار، بس يعني من المحتمل يجوز تصير يعني، بس ما مار بي اني بس. يعني خوش اتهامات يابا. يابا اخذت القلب يعني اشيل منها. قلت ماكو غير اشيل. زين انت انا شفتك جيت سريع منك راسا من شفت ابنك واقف ويا بنيه.
انا على وجه اجيت، بس تفاجأت بي يعني من هناك شفت تقول شنو خلى اتلاحقه، يعني هو بعمره انا ما شايفه انه ماشي ويا بنيه زين، والبنيه ما اعرفها مع احتراماتي لها. يعني كانت تجربة اجتماعية حتى نشوف ردة فعل الناس انه من بنية ترتكب على ولد. شكرا جزيلا لك. انا اشكرك وعذرك. موفقين ان شاء الله حبيبي. شكرا. الله يسلمك. الله يخليك.